صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني من الحسين المعظم. ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني خطاب العرش السامي لدى افتتاحه مجلس الأمة 18، وجه خلاله السادة النواب في دورتهم الجديدة بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه أجيال الحاضر والمستقبل، وذلك تجسيداً للمسيرة الديمقراطية التي يريدها الجميع نهجاً وطنياً ثابتاً لتحقيق الإصلاح والتقدم، داعيا جلالته النواب الجدد تحمل مسؤولياتهم للمضي بثقة وعزيمة في خدمة هذا الوطن الأعز والمواطن الأغلى. حضرات العيان، حضرات النواب، نحن مستمرون في الإصلاح الشامل الذي يستجيب للمتغيرات والمستجدات وضرورة التحديث والتطوير لنؤسس لمستقبل زاهر لأبناء هذا الوطن. وكل ثقة بأن مجلسكم الأمة والحكومة سيتعاونان على استكمال التشريعات الضرورية وتعديل القائم منها بما يتناسب مع الأهداف المرجوة دون تأخير. وأشار جلالته في حفل الافتتاح الذي حضره جلالة الملكة رانيا العبد الله وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات وكبار المسؤولين إلى أن الدولة الأردنية وبوعي مواطنيها وبشجاعة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية نجحت طيلة السنوات الماضية في صون المجتمع الأردني من قوى الإرهاب والتطرف، غير أن التحديات والتداعيات لا تزال ماثلة أمامنا، وعلينا جميعا مسؤولية مواجهتها بمنتهى العزم والإرادة والتصميم بوحدة صفنا وتضامن أسرتنا الواحدة، ولن نسمح بالمساس بحقوق أو كرامة أي مواطن في أردننا العزيز. وبالرغم من كل هذه التحديات والتداعيات سنستمر في دورنا التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية والقيام بواجبنا في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وفي ختام الخطاب أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن أمله بأن يكون نواب الأمة القدوة الحسنة والنموذج الذي يحتذى أمام العالم في ممارسة الديمقراطية والحوار واحترام الرأي الآخر، وأن يحفظوا مكانة وهيبة مجلسهم ويرسخوا ثقة المواطنين بهم وبمؤسسات الدولة التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطنين.